هلا أردوغان نصب نفسه خليفة للمسلمين، وبطريقة ما أقنع بعض الشباب أنا بعتقد نوعا ما متطرفين، فبتمنى يرجعوا لرشدهم ويفهموا المصالح الاستراتيجية اللي عم يشتغلها باسم الإسلام، مصالح استراتيجية طبعا للدولة، الحلم العثماني، هو عم يشتغل حلم عثماني وهيمنة على المنطقة، وبعتقد عم ينافس إسرائيل بهذا الموضوع. بتمنى الشباب يكون واعي لهالقضية ويفهم القصة يعني. هذول المرتزقة، هذول ضد الدولة كانوا، هذول شغل داعش وشغل هاي، هذا فكر متطرف. شو بدهم أردوغان؟ أنا برأيي يرجعوا على بلدهم. وشو بدهم بالحركات تبع أردوغان؟ ما أردوغان كلياته على بعضه يعني ضد سوريا وضد الدول، ضد الشعب السوري كلياته. ما هو أخذ بلدنا، شو بده أكثر منه؟ نحن لازم نرجع بلدنا، مو رجع على نروح على أردوغان. وهي أنا هيك بنصح الشباب السوري. أنا بالنهاية أردوغان ولا غير أردوغان، هن على المصاري طالعين. يعني أردوغان ولا غير أردوغان، مش على المصاري طالعين، هن مرتزقة يعني عم يطلعوا مشان مصاري، عم يروح لواحد من كيسه، بلدهم أولى فيهم.